سؤال يعني اليوم انه نقدر نقول حضرتك كمحافظ واسط يعني الدكتور محمد المياحي تعتبر مستقل سياسيا او محسوب على جهه سياسيه حاليا؟ نعم، هو اكو فرق بين ماكو شيء اسمه مستقل، كل شخص بالسياسه، وانت ايضا خريج علم سياسي، الشخص الواحد اللي لديه رؤيه هو يعتبر حزب بحد ذاته. نعم، ماكو شيء انه استقلالي، ما دام عندك رؤيه ومن بيها فانت تعتبر كيان سياسي. اكو الان انا شخصيا لا اختلف، لدي الحقيقه عقيده سياسيه. وانا كنت ايضا اعمل في مجال السياسه، وايضا علميا ايضا متخصص في السياسه. صحيح، توجد علاقات سياسيه، لكن الان انا لدي كيان سياسي كمحافظ واسط، كمحافظ انا ايضا عندي كتله، كيان سياسي وعندي تحالفات. نعم، تحالفات سياسيه، تحالفات مع من مرتبط به عقائديا وفكريا ومنهجيا، وهو يمكن يكون داعم لي في المحافظه. فاكو فرق في هذا المجال. والحقيقه احنا ايضا نؤمن بالانفتاح على الجميع، واحنا مو ناس مثلا منغلقين. اريد اياها انا اقول لك يا شعاري، كل من يقدم لي خدمه لواسط ابوس ايده واقول له انه بحتاجيك وتعال ساعدنا، مو عيب انه تكون عندنا علاقات سياسيه لخدمه محافظتنا.